تشوفهم وتقول مناش في تونس بالرسمي، كي تضرب تزور بلايس وتزور بلدان، تزور بلايس في تونس تعرف قيمة بلادك وتعرف وتتعرف على بلايس وتعرف برش عباد وتتبدل المونتاليتي شوية هكا، وعلى الأقل أنا العباد باش نولوا نعرف بعضنا، وعندنا رانا والله بلايس في تونس على المحلاشين منها والله نظموها هكا مثلا نظموا للعباد الكل هكا باش تولي حاجة معروفة الكامبينج، على الأقل فما برش عباد ما تعرفش تونس، يقول لك تونس خايبة وتونس باهة وتونس فما مناظر وفما بلايس والله الواحد تقول مش عايش لينية، معناها كي تمشي لبلايس هكا وتتفرج على المناظر حتى تقعد انك بينك بين روحك تقعد تحت شجرة وتتفرج المنظر تنسى برشا حاجات، ترفع عواد مثلا باش نشعلوا النار نقصوا بها العواد نقصوا بها حاجات باش نطيبوها، شنو سلاح ابيض هذاك ترسيلك تتهز انت للمركز وش يصير فيك وقداش من ليلة تقعد تبات وقداش من باش يصير فيك، هذيك الحمايه الوحيده هذيك انك منها نطيبوا عليها مثلا نقصوا بها حاجات باش نطيبوا نحطبوا عليها مثلا صارت الناس حاجه هكا في القدر الله هايشه حاجه نلقوا حاجه في ايدينا باش ندافعوا على روحنا، اما برشا عباد تحسبنا اللي احنا باش نبراكو ولا حاجه، يا ناس رانا احنا جايين نزوروا في بلادنا معناها كي ترانا هكا كارتا بلاد تتفرج ماتريال وكل شيء حبسنا رانا ماناش بتاع بركاج رانا احنا ماشيين نتفرد ونبدلوا في جو، كان تعمل مزيه حبسنا ما تخليناش مطيشين في الخلا ويرحم والديكم وفوق. انتوما ظاهر من السكادو فازت تاع كامبينغ هكا ولا خلي نفسروا للمشاهد المنظومة الكبيرة متاع الكامبينغ في إطارها القانوني اللي هو حاليا ما فيهاش قانون الكامبينغ، يعني عادي جدا تمشي تطلع مثلا الجبل والواحد وكذا عادي جدا مثلا كي يشدوك في ستوب تتوقف عاد لأنه ممنوع عليك تركب في السوق هكا ولا علاش احنا توا في حكاية الكامبينج في تونس مانيش منظمة مانيش قاعد نشوفها منظمة؟ والله نتصور انا معنا شوية تحركوا معنا نتحركوا نوريو بلادنا راهو عندنا برشا مناطق معنا يلزمنا نزوروهم برشا عندنا برشا كيما عند رام مثال بالرسمي فما حاجات فما بلايس في تونس والله كي تشوفهم وتقول مناش في تونس بالرسمي، كي تضرب تزور بلايس وتزور بلدان تزور بلايس في تونس تعرف قيمة بلادك وتعرف وتتعرف على بلايس وتعرف برش عباد وتتبدل المونتاليتي شوية هكا، وعلى الأقل أنا العباد باش نولوا نعرف بعضنا وعندنا رانا والله بلايس في تونس على المحلاشين منها والله. من تجربتكم الخاصة كانت تسميوا لي بعض البلايس اللي مشيتوا لهم اللي يظهر لي يعتبر الشاب اللي يمشي الكامبينج راهو بالنسبه لي انا سفير نتاع السياحه في تونس. والله مشينا مثلا نعطيك مشينا لعند راهم عند راهم وتعدينا الواد غادي شلال نتاع وادي الزين، مشينا للمستير المهديه، مشينا برشا بلايص هكا برشا وليات في تونس ودورناهم حاليا الكل، وان شاء الله اليوم هكا ناويين نمشوا لبنزرت ان شاء الله. برشا في بنزرت صراحه فوق الخيال، برشا عندنا برشا مناطق حالنا نعملوها مناطق سياحية في تونس، برشا مناطق لازمها تكون للسياحة على الأقل البلاد باش تنشط شوي، مناطق سمحة ياسر وخضرة. احنا مشينا تو الواد الزين ما فماش لا ترانسبور لا شيء، معناها نمشوا في ستوبات وما فماش حتى التحرك. اللي يعرضك أنت شكون وش تعمل هني وشيني الكرتابلة هذه؟ احنا جايين أخويا نزوروا في بلادنا، احنا من سباق جايين مثلا مشينا لعند راب جايين نزوروا في بلادنا وزير نتعرفوا على عباد ونتعرفوا على مناظر أخرى ونبدل شوي جو هكا، الواحد ستريس خدمة وقراية يبدل الدنيا شوي يبدل المونتاليتي هكا. كان تعطونا الأستيوس اللي نجم يستعملهم السيد اللي يمشي للكامبينج، أهم حاجة مثلا نجم نهزها معايا أنا ماشي للكامبينج؟ أهم حاجة مثلا الطونت وين تبات كارتابلة فيش تحط فيها الماتريال متاعك والحوايجك وكل شيء والحاجات ماكلة حاجات هكا، هذوما هم الحاجات المعنى الرئيسية في الكامب، معنى مثلا الماتريال أول حاجة الكارتابلة أول حاجة والساكت وكشار والطونت وين تبات هذيك لازمة أكيدة، وشوية حاجات هكا من الدار تهزهم حتى من داركم تنجم تقضي وتنجم تمشي وتنجم تدور بلايص كل حتى من غير فلوس، معناها الواحد مش لازم برشا فلوس راه تنجم حتى انت تعرضك في الشارع تدور واحد ماشي للبلاصه الفلانيه تكون ماشي معاه تمشي تعمل دوره على روحك تتفرهد تبدل شوي جو تروح على روحك، اما مش له الماتريال غالي ولا هو مثلا معناها لازمك برشا حاجات هكا حاجه خفيفه كرتابله طونت ساك دو كوشار هذاك هم الحاجات الرئيسيه في الماتريال نتاع الكامب. الكامبينج حاليا كما قاعدين نشوفوا فيه هو نجم نقوله غير مرخص له
معناه ماهوش في اطار جمعيه، ماهوش في اطار قانوني. اذا كان نحطوه في اطار قانوني كيفاش يولي؟ والله احنا تو معنا نمشيو معنا كيما نقولوا ما نسي الدكلاري، فهمت؟ تمشي الدكلاري يقول لك لا راهو ما نهز ما نحمس مسؤوليتنا يا اخويا، ما شكون تحمل مسؤوليه؟ بالعكس كان انت ماكش مش وكان ننظموها هكا مثلا ننظموا للعباد الكل هكا باش تولي حاجه معروفه الكامبينغ. على الاقل فما برشا عباد ما تعرفش تونس، يقول لك تونس خايبه وتونس باهه وتونس فما مناظر وفما بلايص، والله الواحد تقول مش عايش لهنيه. معناها كي تمشي لبلايص هكا وتتفرج على المناظر حتى تقعد انك بينك بين روحك تقعد تحت شجره وتتفرج المنظر تنسى برشا حاجات. خويا لازمنا هكا نزور بلادنا ونتعرفوا على بلادنا بالباهي بالباهي، خاطر فما برشا مناظر ما نعرفوهاش والله. وما يسالش زاد راهو نجموا يتحركوا ما نعرفش انا، نجم واحد يديكلاري متحمل اللي يتحملوا مسؤوليتنا. معناها تجي تحكي ما يقول لك ما تحملش مسؤوليتي، يلزمك انت ما شكون مش تحمل مسؤوليه كان ما تحملش انت مسؤوليه، فهمت؟ معناها يلزمنا يلزمنا هو معناها يلزمنا لازم هذه حاجه هكا في اطار، لازم اطار قانوني، لازم هذه يعملوا له حاجه في اطار قانوني باش تولي العباد حتى اللي يكون خايف انه باش يمشي يولي يتشجع ويمشي ويتفرج على بلاده. لازم نعملوها في اطار قانوني هكا. فما بلايص شبابه في تونس عاده يقول لك، نعطيك بلايص معينين يقول لك باجه فيها بحر. لهنا يا ريت المشاهد اللي يتفرج تقول له باجه فيها بحر، كيفاش بحر في باجه؟ نتصور مشيتوا لها البلاصه هذيك، فسروا لهم يا عبد ربي راهو باجه فيها بحر. فما مناطق في تونس مزيانه فيها بحر وفيها حتى شلالات، راهو فيها عيون طبيعيه، راهو في باجه راهو بالرسمي تمشي انت تتعدى تشوف المناظر، راهو بالرسمي تتمتع. فما بحر، قول لهم راهو فما بحر في باجه، فما حتى شلالات طبيعيه من عند ربي، فما عيون نتاع ميه راكي تتفرج للعين كيف تصب في وسط الشلال، راك انت تنسى برشا حاجات تقعد تتفش تشبح كي هكاك وبرا. فما عندنا برشا مناطق في باجه باهيه على الاخر، وخاصه تدخل داخل المنطقه الغابيه غادي كي حتى سكانها ناس باهيين ياسر، يفرحوا بالعباد وبالضيوف والحق والله يرحم والديهم. اي بلاصه نمشوا لها تستحقوا حاجه يجيبونا وفرحانين بينا. انا التوانسه في بعضنا معناها لا واحد يطيش واحد، اما هنا لازمنا نعاونوا بعضنا كل واحد حتى يكون باش يكون خايف يمشي. حاجه بركه في الترانسبور، احنا كي نمشيو غادي ما نلقوش، معناها نمشيو 10 15 كيلومتر على سكينه باش نوصل للبلاصه المعينه. يلزمنا يوفروا الترانسبور باه الواحد معناها يوصل مش خايف على روحه، فهمت؟ يوصل غادي متهني، معناها يقول لك انا خارج من الدار واصل غادي جوي باه. وكهو معناها بعض المضايقات تصير لكم مثلا من ناحيه انه الامن مثلا، كما كنت تقول لي توا يجيكم شم جايبكم لهنا كذا، حتى كدكلاري عند الامن تقول راني ماشي للبلاصه الفلانيه، كيفاش ينجم يكون التعامل مثلا؟ احنا مره كلمنا الامن دكلارينا كلمنا قال لنا راهو معناها كي تكلموني راهو ما نهزش، معناها باللغه هذه بالفصون هذه كو ما عندنا ما نعمل اخر كو ولينا ومشينا وعلى ربي كو سترت ربي كو ما يهزش، معناتها ينجم يفركس لك دبشك اللي انت منظمه تقعد سواء الساعات باش تنظمه يقلبهم لك في لحظه، معناتها ما يهمش. اما حق فما عباد عوام باهين فما كل تلقاهم او انا باش يدز فاست او برا. اهم حاجه نتصور تتهز مثلا بما انكم باش تطيبوا في وسط غابه ولا في وسط حاجه، شنو هي اهم حاجه تنجموا تهزوها معاكم؟ عاده يقول لك مثلا الجيش يمشي بسلاح، ومع جماعه الكامبينغ زاد يمشيوا مسلحين بكل شيء، مثلا عندك سكينه عندك حاجات، شنو هو الحاجات المهمه اللي تهزهم مثلا للماكله؟ مثال سكينه نستحقوها معنا، فماش لا قدر الله حاجه تعدى ولا هيشه ولا ما نعرفش انا، نجموا مثال هكاك نجم زادة تستحقها في تطيبوا ماكله مش تطيبوا حاجه، برشا حاجات معناها عندهم معناها سلاح، فهمت؟ اما مشكله في الحاكم هذيك المشكله فيها، جي تلقاك كمبي تحصل عندك سي معناها يلزمنا لازم معناها عندنا تتحرك لهنا تولي مشكله قانونيه، انه كيشوف عندك سكينه ماكش باش تفسر له تقول له يا ودي راني باش نقص بها البصل، راني مانيش جايبها باش نضرب بها العباد. صحيح ما يفهموهاش باللغه مثلا باش نحو باش نقصوا بها الخضره مثلا، فما طرف عواد مثلا باش نشعلوا النار نقصوا بها العواد، نقصوا بها حاجات باش نطيبوها.
شنو سلاح ابيض هذاك ترسيلك تتهز انت للمركز وش يصير فيك وقداش من ليله تقعد تبيت وقداش من مش يصير فيك هذيك الحمايه الوحيده هذيك انك منها نطيبوا عليها مثلا نقصوا بها حاجات باش نطيبوا نحطبوا عليها مثلا صارت الناس حاجه هكا بالقدر الله هيشه حاجه نلقوا حاجه في ايدينا باش ندافعوا على روحنا الغالب انا يا اخويا انا ندرقوا بالحاجه بالحاجه وديما في الستر وبرا. عندكم فكره انه الكامبينج يولي في اطاره القانوني وانه مثلا تجتمعوا الكل جماعه الكامبينج وتقروا انكم مثلا تعملوا جمعيه ولا حاجه تكون اطارها قانوني ومنها تحميكم انتوما كاشخاص تولي عندك بطاقه عضو مثلا في جمعيه باش تولي ما عادش تخاف على روحك وما عادش تخاف على العباد اللي معك. ان شاء الله علاش لا ان شاء الله والله يبدينا فما تحركات معنا فما اما في اطار غير قانوني فما عباد مثلا تعرف الغابات تسكن في الغابات نقولوا حني مرشد هذاك معنا يعرف البلايس ويعرف العباد ويعرف المناطق الغادي كي هذاك مرشد معنا معنا يورينا البلايس حتى احنا ما نعرفوش ماشي لاول مره يورينا البلايس با مره اخرى انا نعرفوها ونعرفوا السيركوي منين مش نمشي وكيفاش باش نجو فما اما غير قانون في اطار غير قانوني تو احنا المره هذه راهو مشينا ثلاثه معنا جت فهمت صحاب مشينا مع بعضنا اما الاكثريه معنا نمشي مع مرافق نمشي مع جروب كامله معنا منظمين ولازمنا ترخيص باش الواحد يمشي مريق معنا ما غاش يخاف على الروح. قبل كلمه الختام كان تحكيوا لي على شنو الاجواء اللي تصير في وسط الكامبينج في الليل بتاع تشعيل النار بتاع الموسيقى وعاده الكامبينج راه نلقاو فيه موجود الموسيقار نلقاو فيه المغني نلقاو اللي يعزف على الكمانجا نلقاو التليفون تنسى اللي انت عندك تليفون جمله تنعزل على العالم كي تحل انك تحل طونت كي هكا وتتفرج على المناظر وتشعل النار وتبدا قاعدين صحابه وقهاوي ضحكه نضحكوا ونحكوا مع بعضنا على حاجات ونحكوا ونضحكوا والله الوقت اللي نحسوه اعتبارا ما عندكش تليفون والله تليفونات انا نستعملوها بالرسمي حتى اول حاجه ريزو ما فهمت ثاني حاجه تليفونات ما نستعملوهاش انا نغنوا وانا مره نضحكوا مع بعضنا ومره نكتوا فما شوي خوف على لا قدر الله تجي هيشه ولا حاجه الواحد يخاف على الروح اما الاكثرين عدوها معنا ديما بعضنا وعاملين جو هيا كي نخرجوا للطبيعه الواحد يبدل شويه وينحس ستريس ونضحكوا ونلعبوا مع بعضنا خرجوا شوفوا عندنا والله عندنا شوفوا بلايس بالرسمي راهو في تونس والله عندنا بلايس في تونس ماناش لاهين بها راهو انت لازم احنا نتحركوا باش نتلهوا بها راهو ما تلهي بها حد كان احنا راهو ان شاء الله تتحركوا برا شنو مثلا تو نحكيوا على بلايس وقول لي شنو هي اهم الطرايف اللي صرت لكم الحاجات اللي تضحك مثلا وحلتوا فيها مثلا موجود والله كيما مره ذا علينا سكر عملنا قهوه من غير سكر مثال مره واحد في الثنيه ما تعرفش حتى منين خلا حب سنك هكا احنا وصلنا وخدم الكهرباء ومشي وخلنا واقفين هكا في الخلا وظلام يا ولدي هديك ربي انا يا شبحنك هكا احنا نوصل في غابه كيف كيف زاد مدونا في غابه هذيك اكثر حاجه ايسنا فيها ايسنا بعد لكي الحمد لله رجعنا خرجنا واحد اما يقعد برشا طريب برشا حتى انه يحب سنك والله يحب سنك هكا كنا مولا يحب سنك قلنا فرحانين نعبوا كارت بلاط احنا نوصل حذاه ويخدم ويمشي وخلينا واقفين الا اللي منيك يقول لك لا مش برشا بعيده 2 كيلومتر وانت تمشي بعد كي تجي تلقى يقول لك زيد 5 كيلومتر اللي ما يصير زاد هاك السطب وراه ما يصير السطب وحبسونا يرحم والديكم انا كنت ساعتين انا متاع بركاج انا متاع بركاج يا جماعه ستوب راه ماهوش متاع بركاجات والله انا مانيش متاع بركاجات راه احنا ننسوك في الثنيه معايا شويه والله قداش من واحد راه يطلعنا يقول على الاقل تنسوني في الثنيه ما نرقدش في الليل ولا حاجه نطلع معاه وتلقانا حتى والله لا نعرفوه نضحكوا مع بعضنا وحلينا الاغنيه في الكهرباء ونبدا عاملين جو اما برشا عباد تحسبنا اللي احنا باش نبراكو ولا حاجه يا ناس رانا احنا جايين نزوروا في بلادنا معناها كي ترانا هكا كارتا بلاد تتفرج ماتريال وكل شيء حبسنا رانا ماناش بتاع بركاج رانا احنا ماشيين نتفرد ونبدلوا في جو كان تعمل مزيه حبسنا ما تخليناش مطيشين في الخلا ويرحم والديكم وفوق اخر كلمه الختام كان تعطيونا نصيحه لعباد اللي تعمل الكامبينغ شنو هو الحاجات تعطي كلمه انت وشنو هو الحاجات اللي نجموا نعملوهم حفاظا على السلامه الجسديه نتاعنا وحفاظا على سلامه العباد اللي معنا هي كلمه للمواطن اول حاجه مهما يكون عندك مشاكل سواء مشاكل متاع خدمة برشا ضغوطات ستريس حاجة ننصحك امشي هز خوذ خيمة لو ماكسيمو زادة 100,000 حاجة فارغة تمشي تبدل الجو تنحل ستريس على الاخر من راسك طيش التليفون اسم حاجة تليفون راك مش تنساها جملة صحيح وخدمة صحيح موجود التعب اما بجوها
وحاجه واحده ان لازم الواحد ما يمشيش وحده، لازم ديما مع مجموعه، خاطر وحده ما تعرفش على الظروف، ما تعرفش على البلايص، ممكن ياسر يعرضوا لك عباد يقولك وحدك ما تعرفش على روحك. كي تمشي مجموعه وتبدو قاعدين تنسى، والله تنسى برش حاجات اللي انت كنت فيهم، حتى تكون في ستريس وداخل في ديبرسيون وعامل برش حاجات، كي ترى العباد هكاك وترى المنظر وترى الشلال حذيك تبدا مية تصب وطبيعه ومنظر وحد، تنسى كل شيء، تنسى برش حاجات. بالله اكتشفوا بلادكم جا ربي، ما هذيك نقولها لكم احنا رانا والله عند برشا بلايص مزيانين جا ربي تفقدوهم، ما يسالش عاونونا كيما احنا نعاونوا في بلادنا، انتم زاد عاونونا. كلمه لحنية ثلاثه راهو هكا اخترنا نعيشوا، احنا حابين هكا نعيشوا، مش لا واحد لا برا اخرج لا برا اعمل، احنا بارادتنا حابين نحي شويه ستريس باش نخرجوا باش نتمتعوا باش نتفردوا ونشوفوا بلادنا، ونهاركم طيب.